بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم.